والمثابرة. كان من الأهداف اللي غادي نحطها أنا كرائد لي وبعض الإخوة يدخلوا إن شاء الله اللي خصنا نخدموا عليها، حاولوا نطوروا الذات ديالنا ونطوروا النفس ديالنا والقدرات ديالنا، فنكونوا لما لا نكونوا مثل الأخص عمار، نكونوا مدربين ونكونوا يعني تعالى نافعين لأنفسنا ولغيرنا وللمحيط التي يعيش بنا. عمار على هذه المحاضرة القيمة، وطرحتي واحد السؤال إنجازات لي في هذه السنة حقيقة، شحال ما خدمنا في هذه السنة، قدمنا ما قدمنا والو صراحة للإنسان. الحمد لله الإنجازات المتواضعة الحمد لله، يعني هذه السنة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، على الإخوان ديالي وعلى الفريق ديالي، دائما كنتبعهم ودائما كنذكرهم، دائما كنفيد يعني في ما يفيد يعني في يعني في العمل وفي هذه الشركة. أظن الحمد لله كان تجاوب مع الإخوة، وكانوا الإخوة الحمد لله يعني تجاوبوا معنا جزاهم الله خيرا، وبفضل الله سبحانه وتعالى الجهودات ديالنا والجهودات ديال الإخوة ديالنا والدعاء ديالهم، والحمد لله وصلنا لهذه الرتبة ديال النجم ياقوت، هو إن شاء الله تعالى يعطينا الإنجازات اللي دار هذا العام والتجارب إن شاء الله. بارك الله فيه. تفضل أستاذ محمد. تدي أحمد، أنا عندي لك واحد سؤال. بارك الله فيك، أنت اليوم في شهر ديسمبر بعد سنتين ديال الالتحاق بالشركة حققتي هذا الرتبة ديال النجم ياقوت. نجم ياقوت بالنسبة لإخوان الجدد اللي ما عرفوش، أول رتبة عندنا الشركة من أول يوم يعني كتسجل عضوية، فأنت كتكون كموزع. ثاني رتبة هي نجم وكيل. نجم الوكيل هو اللي كيدير 4500 نقطة، وهذه النقاط كتكون متراكمة. وثاني رتبة في الشركة هو النجم الياقوت. ما معنى نجم ياقوت؟ أنك تحاول تساعد 3 ديال الناس أنهم كذلك يكونوا وكلاء نجوم. فسيدي أحمد حققت هذا الرتبة هذه في شهر ديسمبر هذا اللي احنا فيه، فبغيت نسمع التجربة ديالو، بغيت يحكي لنا كيفاش وصل لهذا الرتبة باش يستافدوا إن شاء الله الإخوان كذلك، باش يعرفوا كيفاش كذلك يساعدوا الفرق ديالهم. لحقاش احنا في هذه الصناعة عندنا واحد القاعدة اللي هي مهمة الرافعة، إلا ما ساعدتش الآخرين باش ينجحوا ما عمرك غادي تنجح. باش تنجح هذه قاعدة في هذه الصناعة، باش تنجح خصك تعلم الناس ينجحوا. كما تنقولوا احنا يبدأ من حيث انتهى الذي من قبلك. انت اليوم كتدخل كعضو جديد، لكن القدامى لازم عليهم انهم يفرقوا معاك الخبره ديالهم ويدربوك ويعلموك باش تنجح. سيدي احمد، بغينا التجربه ديالك وبغينا تحكي لنا كيفاش حققتي هذا الرتبه، شنو العقبات ولا الصعوبات اللي واجهتيها، وشنو الطريقه اللي تنصح بها الاخوان باش ينجحوا كذلك ويوصلوا لهذا الرتبه كيف ما انت وصلتي ان شاء الله. والله الاخ عمر، يعني الطريقه ديالي او التجربه ديالي، يعني سبحانه وتعالى لهذه الرتبه كان مرتبط مرهون من الاخوان اللي معايا الفريق ديالي، والحمد لله بعد الله عز وجل ما غادي يصير لهذه الرتبه هذه، لان الحمد لله بالحراسه ديالي انا كنت كنقدموا للناس بواحد الحب واحد الاخلاص. يعني انا بغيت لهاد الاخوان في مراتب عليا، ولما لا يكون احسن مني صراحه. انا هذا الشيء ما جاش من فراغ، تقريبا اني يوميا انا كندير المتابعه للاخوان اللي معايا للمباشرين اللي معايا ولي، وهم الحمد لله ما يعرفوا، وخاصه الاخوه في ايطاليا في المغرب يعني في الالمان في هولندا، الاخوه اللي مسجلين معانا في الخط ديالنا اللي معايا في المباشرين، الحمد لله دائما كانت المتابعه بالاستمرار ولله الحمد. ما يمكنش واحد النهار يدوز وما نتكلم معاه ونرفع له الهمه ديالو وكنحيي فيه جديد، نعطيه الحمد لله لهذه الشركه. وكنتكلم معاه السر في هذا، انك كتكلم مع الاخ ديالك بالقالب ديالك، كتبغي له الخير، ماشي كتشوف فيه انك تستافد من، لا كتتكلم معاه انك تحب او خصو ينهض ويكون واحد النجم من النجوم في هذه الشركه المباركه. الحقيقه كما قلنا احنا نعملوا الاسباب، والله سبحانه وتعالى هو المدبر في هذا الامر، الله هو النتيجه عند الله عز وجل. ثانيا نتيجه ماشي سهله باش وصلنا لها، ولكن راه لا كانت واحد الصعوبات ولا العقبات اللي واجهتك سيدي احمد في هذه السنتين، شنو الصعوبات ولا العقبات اللي واجهتك في هذه السنتين؟ هي الحقيقه لا بغينا نشوفوا العقبات والصعوبات، غادي والله لا غادي نتوقفوا. انا بزاف واجهتني الصعوبات مثلا في العمل ديالي، وجهت مع الشركه مع الصعوبات ومع العقبات، ولكن جعلت هذا العمل المبارك وهذا جعلته هو مشروع الحياه ديالي،
وحققت عليه الامل ديالي ممكن غادي نحقق استمرت غادي نحقق الحريه ديالي نتحرر من العقود الحريه الماليه يعني اقل القليل ان نكون مرتاح نفسانيا مع هذا العمل المبارك كانت بالنسبه للعقبات في العمل ديال الاستقطاب لهذا ما كاينش شي عقبات يعني كتهضر معاه ربما كما كتقول انت مثلا تلقى انسان فانا وليت كنهتم بالناس الايجابيين اكثر من السلبيين فالناس المتفائلين لكن الانسان لما كتكلم معاه كيعطيك واحد النظره سلبيه فكنحاول انا كننسام الحياه ديالي كنهتم كما هي القاعده المعروفه اهتم اترك المغتم خلاص لو بغينا ننجحوا نهتم بالمهتم ونترك المغتم الناس السلبيين وما اكثرهم احنا كنعيشوا في ما اكثرهم كما قال الله عز وجل وقليل ما هم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره لما ينطلق في هذا الخير المبارك ان شاء الله تعالى تكون عنده النيه صادقه ويحب الخير يسجل معه ويدعي لهم في ظهور الغيب ويتمنى لهم النجاح ويتمنى لهم التوفيق لذلك لا بد من التدريب والمتابعه والمتابعه الرسميه راه شيء اساسي في هذا المشروع والله سيدي أحمد. سيدي أحمد يعني شنو أنت وجدتي اليوم في هذه الصناعة ولا في هذا المشروع ديال ديكس شنو وجدتي فيه شنو المزايا ديال هذا المشروع بالنسبة لك أنت اليوم في هذه السنة ديال 2023 صراحة أنا كنحس بواحد انتقلت من واحد المجال ضيق المجال ضيق محيط ضيق بدأت الآن يعني الفكر ديالي والروح ديالي تنتشر مع الإخوة يعني وليت كنشوف مسألة أخرى ما قيتش محلي وليت كندور مسألة يعني أتواصل مع الإخوان عبر القارات في إمارات في ماليزيا في يعني في السعودية يعني كتاخذ أفكار يعني كتفتح العلاقة ديالك يعني كنحس بأنني رانا خرج واحد دائرة ضيقة خرجت من دائرة ضيقة إلى دائرة واسعة وهذا في هذا العمل المبارك في هذا المشروع ديال الشركة ديال الإسك المبارك انا كنحس عندي واحد الامنيه صراحه غادي نوصل واحد الحاجه اللي غادي نرتاح في الحريه الماليه ديالي الحريه الاجتماعيه والحريه الصحه الان الحمد لله انا حققت اللي هو الاساس هو الصحه ديالي ولله الحمد انا حققت هذا المجال والمجال الثاني الحريه مالية. الله سبحانه وتعالى وهذا شيئان اساسيان في حياه الانسان كل واحد منا يريد ان يكون صحته جيده وأن تكون عنده الحرية المالية وهذا لا يوجد بفضل الله عز وجل هذا المشروع المبارك وهذه أقولها صراحة بكل اعتزاز وفخر الإشارة فقط سيدي أحمد الفريق دياله فات 200 عضو حول العالم وعنده فرق في أكثر من 15 دولة أنا كنشوف دابا على السيستم العدد الأعضاء ديال سيدي أحمد 200 عضو مباشر يعني وعنده كذلك حدد العدد ديال الاعضاء فات 200 حول 15 دوله سيدي احمد هاد الاعضاء اللي وصلتي لهم حاليا شحال ديال الناس كنت تكلمت معاهم غير فهاد السنه ديال 2023 وكيفاش كانت يعني النسبه ديال القبول والانضمام والتسجيل كيفاش كانت هذا الامر هذا بالنسبه لك نسبه القبول هذا المشروع المبارك وهذا صناعه البيع المباشر هي مجتمع فاش لا باغي تقنع واحد الشخص غدا اول شيء خصك القلب ديالو وتهيئو باش يسمع لك شي مباشره تنزل عليه لا لا اول شيء دير الاستئناس مع الشخص واسمع له وشوف شنو هو التوجه ديالو شنو هو الطموح ديالو الاحلام ديالو فبالتالي كتدخل معاه شويه بشويه بصح كتدخل في معاه في المجال الصحي واذا كان محتاج يعني الدخل المالي كتدخل في معاه في المجال المالي فصراحه يعني صعوبات ماشي صعوبات ليا زعما صعيب جل الأخوة والله الحمد لله كنتكلم معهم إلا وقت بحكم علاقتي معهم إلا بعض مرة كيقول لك نفكر كذا ولكن لما كنتكلم معه مرة تاني المرة وكلا الله سبحانه وتعالى ما كانش صراحة ما كانش صعوبة الصعوبات يعني من جدا من زرع حصد ومن سارع على الدرب وصل لا ما استجبش اليوم غادي يستجب غدا إن شاء الله ولكن كن متفائلا مع الشخص بأنه راه يكون أحسن مني صعوبة ما كانش الحمد لله نعم كيف ما تيقول بيل جيتس قال لهم نهار بدا بالفكره قال لهم انا بغيت كل بيت يكون فيه كمبيوتر بقاو كيتفكوا عليه
وصراحه وصل لها. وكذلك ستيف جوب اللي هو الرئيس ديال 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 الشركه ديال ابل ما يعرف يعني بالايفون، قال لهم انا ماشي بغيت كل بيت يكون فيه كمبيوتر، قال لهم بغيت كل جيب يكون فيه كمبيوتر. هذا ما يعرف يعني بهذا الهواتف الذكيه. كذلك ايلون ماسك قال لهم انا بغيت نطلع للقمر. شوف الناس، شوف الفكر، انا كنشوف الفكر، شوف الناس يعني ما عمرهم صغروا من الفكر ديالهم، ولا قالوا هذا مستحيل ولا هذا غير ممكن، كيف ما ذكرنا في القصه كذلك ديال 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 إيريك ووري في الكتاب ديالو، انهار فشل فات الصناعه لمده 3 سنوات، ومشى عند ذاك الخبير شافوا يعني محقق واحد الرتبه، وبقى تيقول له الشركه فعلا المنتج هذا الناس سلبيين، ناس ما عندهمش قدره شرائيه، ناس عندهم هذا، بقى خلاه حتى كمل الكلام ديالو، قال له ما قلتيش لي انك راك انت راه هو المشكل، قصر النجاح والفشل هو راه انت اللي كتحدد الفشل ولا النجاح في حياتك. اذا كنت انسان ايجابي وعندك رؤيه وعندك طموح وقلتي انا باغي ننجح اليوم، شنو هي الادوات اللي خصني نتخذها انا باش ننجح؟ غادي تنجح، تجلس مع راسك، تصالح مع راسك، وتاخذ القرار ديال انك بغيتي تنجح، ولا سيما في امر اللي هو مجرب. انت اليوم عيني في هذه الصناعه ما جيتي باش تجرب، لان الامر مجرب، نجحوا الناس قبل منك في الصناعة، الأبلاينات ديالنا والكبار اللي كاينين معنا حاليا نجحوا، حققوا أرقام كبيرة وحاولوا ينفعوا. فبالتالي إلى العطاء كان يعني قليل ولا باقي ما وصلتش للرتبة ولا ما وصلتش للمكانة اللي كتحقق بها يعني الحرية المالية، لأن باقي كاين شي مشكل خصك تلقاه وخصك تخدم عليه بإذن الله تعالى. إن شاء الله. المهم حنا إن شاء الله ديال 2024 يكون احسن من العام الذي 23، عندنا النيه ان شاء الله تعالى باش بغينا كذلك نسمعوا الراي ديال السي عبد الحميد السيداوي من روما، بغينا كذلك يعاود لنا ويحكي لنا على التجربه ديالو مع الشركه، شنو استفاد يعني مع الشركه، وكيفاش كانت هذه الفتره هذه اللي قضاها معنا وخاصه في سنه 2023 اذا كان ممكن. تفضل استاذ عبد الحميد. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نحن معكم في هذا الجمع المبارك، وكذلك في هذه الشركة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها مخرج لنا صحيا وعافية، وكذلك لنا ولكم ولأمة محمد من الدخل الذي يبتغي له كل إنسان في هذا الوقت، أن لا بد له من دخل ثانوي أو ثاني يكون معتمد، لأن الحياة أصبحت شوية مكلفة وإنسان لابد من دخل زيادة على الدخل الموجود عنده. فعلى العموم بدأت هذا الحركة وهذا الشركة من طلب من أخونا أحمد الله يجزيه بخير، يعني هو مش هذا فقط، بل أي شيء يجد فيه خير هو يتصل بنا ويقول كذا كذا عندي كذا كذا. فمن ضمن ما طلب مني أننا يعني أشوف هذا، عرض علي الفكرة بخيرات في دي إكس إن، فشرح لي المرة الأولى يعني أن عندنا علاقة نسمع بعضنا بين الفين الأخرى، فهو عرض علي هذه الفكرة، فأنا يعني سمعت منه وتقبلتها، لكن فهم الأمر إلى الآن ما زلنا ما فهمناه كما شيء المطلوب، لأن الأمر شيء جديد، الأمر جديد، فالجديد على الإنسان ما يقبله أحد. فحتى الأمم السابقة لما كان كيجيهم النبي كان كيجيهم بالجديد، هذه خصنا نفهمها احنا في الدين، في ديننا هكذا، ربنا سبحانه وتعالى يبعث النبي لتغيير الأمم أو تغيير حتى الفكر، يعني الفكر اللي يكون على السابق، فالأمم ما صعب عليها تتركها، أنا أتركه ما وجدنا عليه آباءنا، كل الأمم اللي كفرت كانوا آمنين بالثبات، وهذا الثبات ما موجود إلا عند الله، هذه هي صفة من صفات الله الذي يصارع، يعني الذي يصارع ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهو لازم لي خسران. فالآن عندنا شيء يسمى التغيير، يعني أنت لازم تكون في حركة ولازم تكون في تغيير ولازم تكون في تدبير حتى تغير الأمور، وإلا ما يمكن الإنسان تغيير، والحياة كلها مبنية على التغيير. فعرض علينا الفكرة وكنا يعني سمعنا بأذاننا، وبعدين كان ترغيب آخر سمعناها شوية بأفكارنا،
وبعدين كان كلام أخو ودخلنا في المعمعة، ولما دخلنا في المعمعة ما فهمنا مازال كيف نأخذ الطريق، ولكن هو جزاه الله خير الآن يعني جاد بعد الجلسات اللي كنا نجلس بدأ يعني يوميا بعد الخضرات تليفون يوميا بعض اثنين مرات ثلاث مرات في اليوم، وين مشيت وين شفت واش عملت ايش الجديد يا اخويا صدعتنا الله يرحم بكرة. فسبحان الله يعني اخذت الامر انا من ذاتي، اخذت الامر ومشيت، اخذت الخماسي مباشرة، اخذت الخماسي وكان مبلغ شوية سمين، فاخذنا الخماسي وبدأنا نشلط ونشرب ونمشي وكذا وكذا. فيعني مع ذلك يعني اللي وقع أنا كنت حكيته لك، اللي وقع أن بعد 50 يوم أو كذا استعماله، بدأت استعماله تقريباً في رمضان مع الصيام وسبيرولينا وكذا. فاللي وقع عندي، وقع عندي ذلك الأمر أن أول شيء كثرت الدخول عزكم الله المرحاض، يعني كنت دخل 4-5 مرات في المرحاض وكذا وكذا. وبعدين جاني شوية بعدها ب40 يوم تقريبا جاني خمول ذاتي يعني صعب جدا، حتى أحس بنفسي أنه لدي 80 سنة وما أستطيع أخطو وما أستطيع أتحرك، إيش واقع ما واقع. مشيت عملت تحليلات، قال لي ما عندك شيء. بعدين جيت بالخمول هذا وكذا كذا زاد، وجاء في بالي أوهو أنا أستعمل هذا ديكسين، وقيل يعني عنده مشاكل هذا، ووقف الأمر كله. أي الله السلام عليكم، وقفت ما بقيش سنة الدفعة الأولى وجلست. بعدين كنت اتصلت بك فشرحت الموضوع، قلت لي لا يعني لما قلت لك كذا كذا وقع، قلت لي يا ما شاء الله هذا طيب، كيف طيب يا أخوي ما بقيش أقدر حتى أخطو الخطوة، كيف طيب؟ قلت لي لا الآن بدأ التعامل مع الخلية، فهو بدأ يشتغل في الخلية وأنا أخوك وقفت الإمداد. فسبحان الله فكرت لما قلت لي أنت الآن ذهب من الجسد، نظف البطن نظف الأمعاء ودخل الخلية، فجأة عندنا هذا الخمول هذا الضعف اللي سميته. سبحان الله لما قلت لي لا هذا كان عليك أنت تواصل، فلازم ترجع الآن وترجع بشوية شوية. فبعدا أخذت الدفعة الثانية وبدأت ترجع بشوية بشوية، استعمل كذا كأنني بدأت من الأول، والحمد لله مرت فترة يعني شهر ولا شيء والحمد لله رجع النشاط ورجع الحيوية من جديد. ففهمت أن فعلا هذا المكمل الغذائي هو عنده يعني درجات في العمل في الجسد، ويختلف من إنسان لإنسان. سبحان الله كل اللي تعطيه المرة الأولى المرة الثانية يجي مغص في البطن، ولا يجي وجع في الرأس، ولا يجي يعني ألم في المفاصيل. فكنت أتابع الأمور، وأنا من عادتي أنا أتابع الأمور حية شوية مش ميتة، لأن حتى في حياتنا العادية وحياتنا الدينية فنحن نأخذ دين يعني صورة ويعني وراثة. صلي إيش مفهوم الصلاة؟ ما معنى السجود؟ ما معنى الركوع؟ لماذا طلب من الله الركوع الأول والسجود الثاني؟ لماذا الصلاة تفرق إلى ركعات؟ إيش السبب من ذلك؟ فهو سبحان الله شيء عظيم وعظيم جدا. فأنا حتى أتعامل معه مع الشباب ليكون في دروس وكذا وكذا، فأتعامل الشباب أول شيء نسألك من أنت؟ وكل يقول لي أنا فلان، لا يا أخوي من أنت؟ يقول لي أنا ابن فلان من بنغلاديش، أنا من المغرب. أنا يا حبيبي من أنت؟ فهذه من أنت تجعله زي، فيقول لي ما نقول له زيد عندك 3 سؤال إذا جاوبت عليهم أنت ممكن تفهم رأسك من أنت، ماذا تفعل هنا، وإلى أين أنت ذاهب. فهذه أمور تعطيها اليهودي النصراني المسلم المتدين غير متدين، لازم يفهمها لازم يعرفها لازم يشغل فيها فاته. ونعطيهم سؤال ل6 شهور 3 شهور حتى نجلس جلسة أخرى ونعيد عليهم سؤال، من وجد قلبه، من وجد عقله، من وجد سميته، مش سبب الوضوء، ما معنى الوضوء، من أين يبدأ. فتكون أمور تجعل الإنسان يفكر ويعمل هذا. أما بالنسبة للديكسان أنا أول ما بدأت أخذ الناس هكذا بالجملة، أي واحد أكلمه يقبل الانخراط أجعله في الانخراط، يقبل شراء البضاعة نعينه يأخذ البضاعة ربما على رقمي أو يعني على الكود بتاعي أو لا يجعل لي عقود. فبعدين الآن يعني لما وصلنا لهذا الرتبة وكيل نجم، وكانت يعني بالنسبة لي كانت عندي عطاء من الله، لأني ما عملت جهد لها حتى أوصل لها، ولكن ما اشتغلت عليها بالجهد الكامل.
لكن كانت هكذا، مرات عمل ثلاثة في اليوم، مرات عمل واحد في الأسبوع، مرات عمل يعني على حسب ما وجدت. ولكن وجدت معظم الناس اللي كلمتهم يعني نسبة 50% يستجيبوا إما لشراء البضاعة أو شراء المكمل أو كذلك للانخراط مباشرة، يقول لك سجلني وهذا رقمي وكذا وكذا، فيكون هذا الأمور. لكن وجدت الآن الأمر ما فيه أن الأمر لازم له تدبير كما قلنا بالتخطيط، كيف أن الآن المجموعة الموجودة معي تقريبا هما 10 أو كذا، ففيهم بعض الناس أنا تمنيت فيهم أنهم يفهموا الموضوع، لكن مش بالسهل باش يفهم الموضوع مباشرة ويبدأ هو يعمل ما 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 ما, ما, ما المراد منه. لكن لازم الأمر له متابعة ولازم له تنقية في المنقين، يعني الذي استقطاب في المستقطبين، هذا اللي استقطبتهم ضروري يكون فيهم واحد اثنين ثلاثة اللي ممكن يحمل المشعل، مش كلهم، مش كلهم، مش بالسهل. فالمريض هو لازم يبقى مع مرضه ويستنى خلاص من مرضه، ولكن هذا لما تبعتوش هو يترك الأمر، هذا المريض قاعد حتى العطيه، لأن لازم وقت طويل، وقت طويل حسب الإنسان وحسب المجهود وحسب كذلك أنه هو يعني وش تابع سميته الدواء وكذلك مع الاحتياط له، يعني تنقية الأكل تاعه، يأخذ أكل مضبوط ويترك السكر وينقص من الملح ويعمل رياضة وكذا كذا. واش كاين هذا الشيء؟ معظم الناس تقول لي هذه مكملات غذائية يمشي يأكلها يوم يومين يقول لك ما في، 15 يوم يقول لك ما شفت شيء. يا أبوي ممكن ما تشتوى إلا بعد سنة، لأن الأمر الآن عندك الآن، إلا تريد تنظف مكان مهجور، مكان كان مهجور وتريد تنظفه، واش بس تعمل المكنسة ونظفته؟ إيه حيطان وميديتا وكذا وكذا. فالأمر هكذا الجسد احنا نسينه من 40 سنة، وهذه أمر أقوله كائما. أنا أقول سبحان الله للإنسان اللي عنده 40 سنة 30 سنة 35 سنة وما عرف إيش الشيء اللي يضره، فهذا هو يستعمل هذا الجسد كسيارة ولا كيف. فالسيارة هي لازم تعمل لها يعني تدور بها كل 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 شهر شهرين 30 سنة، لازم تشوف حوالها وتشوف نقصان منها وإلا تموت، لأن إذا استعملنا الشيء فهو يدخل في نطاق يعني الخمول والتبات، والتبات قلنا لا يجوز إلا لله، هذا هو الشيء الثابت. لهذا فيه معنى من التبات، ربنا سبحانه وتعالى هو يقول الكلمة الوحيدة الموجودة في القرآن هو الصمد، الصمد هو الذي لا يحتاج شيء، هو مليان ما عنده طلب لشيء، أو يقول صامد لا يتغير لا أحوال ولا يبدل شيء ولا يضر شيء، فهذا هو الوحيد الموجود عنده. فأنت لا يمكن تبقى نفس صامد نفس حياتك ونفس نظامك ونفس أكلك ونفس حركتك، فإذا ما تحرك أنت تخرب. فهذا قالك الأفكار لازم تتجدد والنيات لازم تتجدد وكذلك العزائم لازم تتجدد والأمر لازم تفهم، لازم يا إخواني نفهم أمورنا. إحنا ديننا كله ما فاهمين فيه ولا كلمة، وقل والله العظيم أقوله الأئمة معي الآن، يعني أمور إحنا نفهم الدم والمعصية والخطيئة وكلهم سواء، لا يا أخي، ربي قال المعصية وقال الذنب وقال الإثم وقال سبيت الفاحشة، هذا كلهم يفترقوا، وكذلك حركتهم وكذلك الاستغفار والتوبة والندامة، هذا كل حاجة تفهم المعنى. فكذلك اللي شفت أنه الأمر كما قالنا أخونا أحمد قال الآن، أنت الآن جيت لهذه المرتبة، لكن الآن جهدك على 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 على, على, على تكوين سميته الجروب تاعك، لازم فعلا الآن أرى والله حتى الآن أمامي أسماء ناس أتوخى فيهم، يعني ناس يفكروا ويتحركوا في أمورهم وفي دنياهم وفي تجارتهم، فأتوخى فيهم أن هذا ممكن يصلح لهذا. فيعني برنامج أمامي هكذا بالأسماء، بعض الناس يعني كلمتهم اشتروا، وبعض الناس كلمتهم هو يريد يفهموا كيف أنهم يستقطبوا ويبدأوا العمل، وبعض الناس أتوخى فيهم أنهم ممكنهم يصلحوا أنهم يتحركوا في هذا الشركة وكذلك
يكونوا نجوم غدا بعد غد إن شاء الله، لكن لشيء أهم من هذا هو الصبر والمثابرة. ثم أنت كمثل الصياد ترمي الشبكة، اللي طلع طلع، اللي ما طلع أرمي مرة أخرى، الصنارة نرميها ويطلع فيها ربما سمك كبير، ربما سمك صغير، ربما ما في شيء، ربما حداء ولا نعل ولا الله أعلم مرمي تحت الأعماق، فأنت تطلع بشيء والله سبحانه وتعالى يكمل ما عنده. شيء مهم لتقوله أننا لازم نفهم أن هذا الكون لا يمشي كما فهمناه نحن أنه مكتوب. يا إخواني الله سبحانه وتعالى ما كتب كل شيء على حتى قال لما يقول مكتوب ما يقول على 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 الفرد، يقول على الناس. مثلا الرزق ليس مكتوب عليك أنت، رزقك محدد بالألف والياء، لا 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 لا، الله كتب الأرزاق على لكل الناس ولكل المخلوقات فوق الأرض عندهم رزقك كافي، لكن أنت كشخص أنت بفكرك وجهدك واتخاذ سنة حبيبك تستطيع أن تأخذ من الرزق ما تشاء. هذه نقطة مهمة جدا، فالذي فكر والذي دبر والذي خطط والذي اجتهد فهو يأخذ أكثر، والذي جلس وانتظر كيف الله يرزقه، الله لا يرزق من السماء ولكن في السماء رزقكم، والله هذه تقريبا بحثت فيها أكثر من سنة، في السماء رزقكم ولا تعادون، فهذا أمر والله ما فهمنا. في السماء رزقكم وجدت الرزق الذي يأتي من السماء هو يأتي عن طريق الماء، عن طريق المطر، هذا هو في السماء رزقكم وما تعدون. والرزق طريقين لهما، طريق يأتي من الماء وطريق آخر من عمل اليد. عمل اليد هي اللي سبب من أسباب الرزق فوق الأرض، والآخر يأتي من المطر، فهذا هو في السماء رزقكم. لكن احنا فهمونا وقالوا لنا بأن الرزق الله يأتي بحبة قمح من السماء عن طريق ملك حتى يعطيها لك أنت من الأرض. لا والله ما تكد ولا تجتهد، والله ما تأخذ شيء. علينا أن نفهم هذه الأمور، وكل الدنيا كلها مبنية على الشغل وكد واجتهاد، فلا يجوز أننا حتى في الإيمان، حتى في الصلوات، حتى في العبادات، حتى في كل شيء لازم علينا أن نجتهد ونطور أنفسنا ونتغير كل يوم بالأحسن. وكذلك كما قلت أخونا عمر بأن الإنسان لازم يكون إيجابي وينسى السلبي، وكل إنسان هو مركب من الإيجابي والسلبي، ما في شيء خلقه الله إيجابي 100% وما في شيء خلقه الله سلبي 100%، بل الإيجابي والسلبي في نفس المخلوق. الدنيا هذه إيجابية وسلبية، عليك أنت تأخذ الإيجابي منها وتسمع الإيجابي منها وتتعامل مع الإيجابي فيها، الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، كرمكم كريم. جزاك الله خير سيدي عبد الحميد. جزاك الله بخير سيدي عبد الحميد. واحد إضافة بغيت سيدي عبد الحميد، أنت دابا واش عندك شي تخطيط؟ مادام حنا كنتكلموا في الباب ديال التخطيط وديال الجهد، واش عندك خطة يعني واضعها باش توصل لواحد الرتبة معينة مع الشركة؟ عندك تخطيط، عندك رؤية واضحة، ولا فقط أمر يعني؟ لا نطمع إن شاء الله ونريد نصل إلى سفير إن شاء الله، لكن تخطيط الآن هو المجموعة اللي معي أريد أخذ منها من يريد أن يعمل، ما أبقى ضيع وقتي مع الذي يريد يشتري لي يشتري، لا ممكن يمشي يشتري نعطيه حتى الكود بالخصم تاعنا ويأخذ، لكن نريد نأخذ منها الناس الذي يريد يواصلوا معك المسار. فانا عندي بعد الاسماء هم 5 ولا 6. سيدي عبد الحميد نعم. واش عندك واش وضعتي بعدا قائمه الاسماء؟ عندك قائمه نعم. الاسماء موضوع معي الذي اجتهدت نعم. عليه الى الان، والذي اخذت منهم يعني الاستقطاب، والذي اطمع فيهم ان يكونوا معينا لنا في هذا الامر. غير من باب يعني التخطيط، واش عندك واحد الخطه يعني كتقول انا نهضر مع 4 الاشخاص ولا 5 في الاسبوع؟ واش عندك يعني تخطيط لهذا الامر؟ كتحاول تتكلم مع 5 في الاسبوع ولا الامر يعني عشوائي كيمشي كيف ما بغى الامر؟ فكرت فيه، ولكن كنقول انا اي واحد التقيت به الا وانني اكلمه، لان كما قلنا سابقا في الجلسه تاعنا، يعني اي واحد عنده شيء
طلب أو نقصان أو شكوى. أي واحد يأتيك يأتيك بهذا الأمر، إما يشكي عليك نقصان مرضي أو يشكي عليك مثلا نقصان مادي أو يشكي عليك من حياة كلها. فأنت تشوف الميزان تاعك ما 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 الرواق الذي تأخذ معه حتى تقربه إلى هذا الأمر. فإلى نعم. إذا جاءك مرضي فهذا أنا أراه صعب، المريض صعب أنه يلتزم معك إلا أنه يأخذ البضاعة ثم يريد يشوف يعني الاستفادة من 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 الأمر، بعدين ممكن يبدأ يعطيك أذنه حتى يستقطب حتى يفهم المشروع. فما تستطيع يعني واحد مريض تكلمه على المشروع يعني الله أعلم أنا لها، لكن واحد يعني ما عنده مرض أو لا يريد مثلا، لأن باقي بفرقنا ما بين المريض اللي عنده مرض مدمن وما بين يعني إنسان يريد الحمية. الإنسان الذي يريد الحمية هذا يعني كان نقول لك يعني ليس عندنا في التربية تاعنا تربية الحمية، لأن حتى المغاربة كلهم يأكلون من أجل الأكل، يأكلون يملأوا البطن، يأكلون الشبع. فما نأكل يعني الضروري، مثلا هنا في أوروبا لما جينا تلقى واحد يأكل سلطة وما يتعشى بالليل ويتعشى قبل المنتصف الليل، ونحن ما عندناش هذا الأمر. عندنا الأكل أنا نأكل أنا جيعان، أش نأكل يلا بسم الله أدخل المدخل. فالأمر لما كلمتنا المرة الفايتة على الخبز، أنا كنت من الذين يستعملون الخبز، والخبز الشعير والخبز كذا والخنخالة وكذا وكذا، لكن أنا الآن سمحت نأكل الخبز تقريبا يوم مرة واحدة في اليوم يعني في الصبح بس، بعد ما كنت نأكله يعني في العشاء وفي الغداء وفي الصبح يعني حتى ذلك الخبز نقصت من مصاريف أحل الخبز، نقصت من الأمر هذا اللي نشر دقيق مزيان وكيسوى التامان وكذا وكذا. وسبحان الله حتى وصلت وحسيت براحة من هذا الباب أن نقصت من الخبز ومن سباجيتي ومن كذا، يعني وليت مثلا اللي لقيته قدامي حتى المرقة نأكلها بالفرشيط ولا نأكلها بالعلقة بسم الله عليهم. وسبحان الله وجدت الأخير، أنا من طبعي ما كنا نأكلش اللحم كثير يعني حتى العائلة وكذا وكذا، اللحم أقل استفادنا من اللحم يعني يشتريه مرة في 15 يوم ولا مرة في سينو باش نشتريه اللحم ونأكله يعني على التقسيط هكذا، ما عندناش استهلاك لحم كثير. فاللي يطلبوا مني قالوا لك الآل وكذا وكذا كيف نستعمل السمك، لكن السمك في السوق لازم تمشي لي بعيد وكذا 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 يكون عليه طلب كثير. فلا وجدت سبحان الله العظيم حتى الانتفاخ اللي كان في البطن والغاز اللي كان في البطن نقص، يعني بصفة أن حتى بطن عدني مقاش يعني مشاء، كان عندي البطن شوية كذا ولكن مقاش مع بعضين يعني تحس بسميك. لكن بالرياضة، الرياضة أنا رياضة عمري كله طعم الرياضة، حتى أسبوعيا يعني 5 أيام في اليوم في الأسبوع أقل قليل أعمل رياضة ساعتين في اليوم، هذه أصبحت يعني عندي دائما من وأنا صبية يعني أشارك في بطولة المغرب، وكنت بطل المغرب تقريبا 10 سنين من سنة الثمانينات حتى التسعينات. فالأمور هذه ما عنديش فيها مشكل، لكن اللي وجدت في الأمر هذا أن الإنسان كنت بطل المغرب 10 سنوات في أي رياضة؟ لا تلتزم، جرينا مع كارلين سميث ما شاء الله ويطاب اللهمي فوزي يعني عملنا بطولات حتى وسط. وحنا معنا بطل العالم السابق واستي احمد ما خبرناش بهذا الامر هذا. يلا اول هضرك بطل العالم، احنا كنا في المغرب، لو تشوف الاحوال ديالنا في المغرب كنا نوصل والله انا العبد كنت امشي اعمل البطوله المغربيه وحصل على رتبه، ثلاث كامبيونات وبالجهد الخاص حتى ذهابي من جيبي، فلوسي من جيبي، نمشي من الرباط حتى الوجدة ومن الدار البيضاء حتى الرباط ومن الرباط حتى الوجدة ونجيب البطولات 3-2، واحدة في لابيرش يعني القفز بالزنا، وكذلك في الديكاتلون الألعاب العشرية، وأتي في 110 متر حواجز، ولما أرجع وأدي حتى الزنا هذه القصبة الزنا العصايات تاع الزنا بس صرت أخذهم أنا بنفسي وأخذهم معايا في حراسة خاصة وأمشي في الباص وأقول لهم الله يجزيك الخير كذا، ولما أرجع عاد الرجاء البيضاوي يعوضوني على سبيتو. بعد ما جيت
يعني ثلاثة اثنين مرتين اثنين لسميتوا البطولة عادي يعوضوني. كنا حتى التدريب كنت نعملها بوحدي، ما يدربني ولا واحد، ما عندناش، ما كان شيء. كنا في كازابلانكا يعني الشيخ، انت عندك تجربة في هذا في التحديات، انك يعني تصاحب العقبة وتواجه التحديات باش توصل للنجاح. نعم هذا موجود هذا. هذا هو الامر المهم اللي كنتكلموا عليه دائما، ان النجاح كيتطلب منا واحد الجهد، واحد العمل، واحد الصبر كذلك. فهو مهم، هذا مهم بالنسبه للاخوان، ان اللي بغى يوصل لواحد الرتبه ولا بغى يتحسن اما صحيا ولا ماليا ولا اجتماعيا، كيتطلب منا واحد المجهود وواحد الصبر كذلك. شكرا سيدي عبد الحميد على 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 هذه المعلومات، على هذه هاد التجربه الشخصيه اللي حكيتي لينا. انا غير باش نختم معاك سيدي عبد الحميد، الا كان ممكن بغيت نعرف كيفاش انت كتكلم مع الناس مثلا، الا بالك شي واحد عنده مثلا خطف، عنده كيقلب على دخل اضافي ولا كيبحث على الحريه الماليه، كيفاش يعني كتقدم له المشروع؟ كيف يعني بغيت نسمع سيدي عبد الحميد الطريقه ديال التقديم ديال المشروع. اللي كان ابني عليه هو ان الحياه تغيرت، وكذلك معظم الناس يعني هما يظنوا ان التجاره هي 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 الشغل المربح، لكن لما تشوف اي انسان تقول له كذا كذا، هو يفكر انه شغل اضافي او مدخل اضافي، يعني يكون عن طريق التجاره. فالذي اريد اللي يفهمهم واكلمه، وانا هذا مقتنع به، ان التجاره تغيرت من مسارها المعهود. التجاره كانت بالعرض والدكان والسوق، الآن التجارة الذي لا يستطيع يدخل تجارته كيفما كان مستواها إلى الإنترنت فهو قد فلس. فمعظم الناس يقول لك لا، الوقت بدلات والتجارة ما بقى فيها مدخول. قل لي لا، أنا بعض الشباب أراهم يدخلوا الملايين في اليوم الواحد وفي الشهر الواحد، وهو جالس ويأخذ قهوته الساعة 10 ويمشي مشي كذا ويدخل الملايين. يعني تجارة مربحة لشيء باهظ، لكن استعمال الوسائل الموجودة الآن هو وصل لهذا. لكن نحن جيلي مثلا، أنا استعمالنا الوسائل الموجودة صعب علينا نستعملها بالكيفية ديال شبابنا الآن. أنا أشوف مثلا يوقع لي أي عطف في التليفون أو في الكمبيوتر، فعرضوا على ابني فأعمل دقيقة أو دقيقتين، أنا اللي استغرقت فيه يوم كامل وما فهمت، ولكن هو دقيقة خمس دقائق صلح الموضوع. يقول لي هكذا، قل يا ابني وريني كيف عملت. يقول يا والله يا ابني ما تستطيع، وأنا يعني طريقة كيف يعمل، والله يضرني في راسي. يقول لي يا ولدي بشوية بشوية. يقول لي ما أستطيع أفهمك الأمر، لأنه عندك شيء يعني تلقائي، لكن نحن خصك تبرك على الزر بتمعن وتأكيد، هو يعني من بعض الأمر. فأحاول أنا يعني في طرق جديدة للتجارة، وهذه الطرق إذا نريد نفهمها فما نستطيع نفهمها فنحن نقتنع بها ونخدم واحد آخر يفهمها، فممكن تمشي يعني. فلما يقول هكذا يقول وفي طرق أغلى من هذه وأعلى من هذه، ففي واحد شركة كذا 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 كذا، الآن ممكن أن تحسن مدخولك عن طريقها، ولا يلزمك لا دكان ولا 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 مال ولا عرض ولا، بس يلزمك شوية تفهم الموضوع تتكلم عليه وربما سبحانه وتعالى يحل. عجبتني الطريقة ديال الإلقاء ديال الشيخ، ديالنا أن الظروف يعني تغيرت بعد كورونا، والطريقة كاين عندنا طريقة سهلة يسيرة جديدة اللي هي التجارة الذكية، وكتعرض يعني الطريقة من هذا الباب هذا، فهو ممتاز وزيانة عند الشيخ هذه الطريقة سيدي أحمد الأزهر. نعم، هذه الطريقه اللي كيعرض بها الشيخ طريقه العمل مع الشركه، فهي كذلك مهمه، انه كيقول لهم الظروف تغيرات، وان الناس يعني طريقه التجاره هي تغيرات، فهذه تجاره ذكيه ممكن يكون عندك بها دخل اضافي. العرض بهذا الاسلوب هذا فهو كذلك مهم. جزا الله خير سي عبد الحميد، يعني استفدنا من المعلومه ديالو من التجربه ديالو. جزا الله خير، عنده الهمه سي عبد الحميد، الله يوفقه، جزا الله خير. وتكيس علينا ما تبقاش تجيب لنا المشاريع كثيرة، راه ما قدرناش نشد كل شيء يا زعما. صافي
احنا دائما كندندنوا على نفس الحاجه. احنا انا يعني بكل اختصار الموضوع ديالنا ديال الحديد ديالنا انا كنقدم المشروع بالطريقه اللي يقول لك سيدي عبد الحميد. انا بالنسبه لي كيفاش انا واخذ الموضوع، يعني انا مع شركه اللي كنتكلم مع الناس، اما قدم لهم اما خدمه في الصحه ولا في العمل. تفقين هذه المساله الاولى، انا كوسيط بين 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 الزبون وبين الشركه، وكناخذ واحد العموله. هذا هو الامر. كنقولوا انت غتكون وسيط مع الشركه اللي هي عالميه، كتعطيك منتجات عاليه القيمه الغذائيه، كتعطيك فروع حول العالم، وكتعطيك واحد لا كوميسيون، واحد العلاوه على كل مبيعه دارت. هذه العلاوه ما كتكونش غير مره واحده، كل مره الزبون يشتري كل ما كتكون عندك انت العلاوه. وهذا الامر متكرر في اي دوله في اي مكان دارت المبيعة. عكس الناس دابا راه ولا معروف هادو اللي كيديروا اوبر، وهادو اوبر ايت، هادو ديال السائق الخاص في اوروبا. الا ما خرجش هو يسوق ما يكونش عنده مداخل. الا كان عندك شركه، الا مشي الشركه ما تكونش عندك مداخل. عكس هاد التجاره الذكيه، انك كتبني واحد الفريق، كتكون عندك مداخل عالميه، كتكون عندك منتجات عاليه القيمه الغذائيه، كيكون عندك سيستم ايوارد اللي كتشوف به العمولات ديالك، كتشوف به الفرق ديالك حول العالم. حنا العمل ديالنا يعني بسيط جدا، كندلوا الناس على 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 الشركه، اما يستافدوا صحيا ولا ماليا كناخذوا العلاوه ديالنا. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، اننا كنحاولوا نكرروا العمليه كل يوم، كنكرروا نفس العمليه، وكنحاولوا نبنيوا قاده. كلما بنيتي القاده وعلمتي الناس واستفدت الناس اكثر، كلما كيكون عندك سايت عالمي، كلما كتكون عندك توسع وانتشار عالمي. وانا لا اعلم بلي مشروع ثاني مثل دي اكس ان فيه التوسع والانتشار وهاد العلاوات هذه العالميه، والله اعلم. انا على حد علمي دي اكس ان ولا هاد المشاريع ديال الام ال ام ولا ديال التسويق المتعدد المستويات هي المشاريع الذكيه الوحيده اللي كتعطيك هذا التوسع وهذا الانتشار، وكتعطيك الباسيف انكم. هذا هو اللي ما يعرف يعني بالدخل السلبي اللي تكلم عليه روبرت كيوساكي. قال لهم الا وصل النيتورك ديالك ولا العدد ديال الاعضاء ديالك اكثر من 500 ديال الناس، هاد الناس فهموا الموضوع صح، غادي تبقى تمشي تنعس وعندك مداخل عالميه. فما كاينش الله اعلم حاليا في الاسواق ولا شي تجاره بحال هذه التجاره الذكيه اللي غادي تبني فيها فرق عالميه وتكون عندك مداخل عالميه ويكون عندك توسع والانتشار وتكون عندك مداخل عالميه حول العالم. شكرا. شكرا سي عمر، بارك الله فيك. سيدي عبد الحميد، يبدو لي انه ان شاء الله تعالى فهم الموضوع وفهم المشروع. إن شاء الله أنا أصدي أحمد، أنا بغيت نسمع منك أنت بدخول السنة الجديدة، شنو التخطيط ديالك إن شاء الله تعالى؟ شنو مشاريعك للسنة القادمة إن شاء الله تعالى؟ سيدي عمر، أنا كتبت في الدفتر ديالي إن شاء الله تعالى أهداف كتبتها أمامي، وإن شاء الله غادي نخدم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ هدف هدف بهدف بإذن الله تعالى. ما غاديش يعني مثلا بالاهداف اللي حطيت في ديالي هذا العام السنه 2024، بينا بغيت نكون يعني نغير الحياه ديالي يعني من الماديه، بغيت نوصل باذن الله تعالى النجم الماسي، بغيت ان شاء الله تعالى ولي ما لا سهل الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. سميته السفير الملكي لماذا؟ كذلك نريد يعني مثلا دخل في هذا 2024 مع الشركة المباركة ما يكونش أقل من 5000 أورو مثلا. وكذلك نساعد الأشخاص للنجوم الماسية مع الفريق ديالي. كذلك نسعى لتحقيق حرية الزمان والمكان، نتمتع بالصحة جيدة. كذلك ندرب على التدريبات في مجال صناعة البيع المباشر، نكون مدرب. كذلك نحط قدامي حج بيت الله الحرام، مساعدة المحتاجين صحيا وماديا. وكذلك علي ماذا يكون عندي مسكن واسع وسيارة جميلة، والرحلة الدولية مع الدولة المباركة مع الشركة المباركة. يعني أهداف كثيرة، فكيبقى غير التركيز في العمل وصف، والله أعلم. نعم سيدي أحمد، بخصوص يعني النجم الماسي، واش وضعتي خطة عمل يعني واضحة اللي تحقق بها هذا التارجت هذا ديال النجم الماسي؟ ما هي خطتك باش نوصل إن شاء الله لهذا النجم الماسي؟ إن شاء الله غادي نحاول أن نطلع ثلاثة القادة، نخدم على ثلاثة قادة. وأنا إن شاء الله يعني في أنا درت شي تواصل مع كما قال خونا سي عبد الحميد، عنده ناس يعني يتوخى فيهم الخير. أنا إن شاء الله أمامي الأشخاص
يعني اكثر يعني من 4 و5 وانا تواصلت معهم الحمد لله، دابا انا معهم في الحديث واتوسم فيهم خير، ثم تكون ان شاء الله يفهموا هذا الموضوع وربما باذن الله سبحانه وتعالى ينطلقوا في هذه الشركه تكون انطلاقاتهم اكثر منا ان شاء الله. غادي نخدم عليهم باذن الله تعالى وغادي نواصل معهم الزيارات ونواصل معهم المتابعه حتى يتسجلوا ان شاء الله ونفهم المشروع ونبدا معهم من المجال الصحي ثم المجال المادي ثم يدخلوا معنا المحاضره التدريبيه ويفهموا ان شاء الله ويطلقوا. انا ان شاء الله ناوي نكون في اقل يعني من 6 أشهر ان شاء الله نوصل هذه الرتبه باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. سيدي عمر لو سمحت نشوف سيدي حسن راه دخل معنا راه كان عيان. اول شيء الحمد لله على سلامته شفاه الله وعافاه. حسن الزهراوي السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. ما شاء الله. سيدي عمر تفضل معي حسن. سيدي حسن راه من سيدي حسن في المجموعة ديالنا الحمد لله كنحقق الرتبة ديال النجم وكيل في 51 يوم سيدي حسن ياك. نعم. 51 يوم وكتحققت يعني في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا، لكن بعد هذا يعني الامر تعطل الحركه والسير. نعم تعطلت. فين كاين المشكله سيدي حسن؟ والله ما الشيء اللي سمعناه واللي كنسمعوه دائما وسميت ما كاينش مشاكل لا يمكن، لأن إذا الإنسان بدأ بالمشاكل معناه فقط هذا تملص وهذا لا. الله تعالى قال الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا بد من تغيير أول شيء المنهجية. ومن خلال هذه المدة يعني كانت انطلاقة ما شاء الله البداية وكذلك ما شاء الله. نعم. في استقطاب وحركة ميدانية يعني ليس، لكن بعدها كان واحد شوية ديال، ولكن الحمد لله هذا ليس يعني شيء تراجع في الفكر او في النظر الا هذا، ولكن فقط يعني لا بد من البدايه الصحيحه معناه اللي كنا كنتكلموا عليه الان والتخطيط. الى الان صراحه انا ما زال ما كاين تخطيط، لان لا بد يكون عند الانسان قبل النوم الاعمال التي سيقوم بها الغد. نعم يعني لابد تكون عنده كذلك لائحة كم ناس غادي يتكلم معهم، 1، 2، 3 يعني لابد من ضرب العشوائية، تبقى تسنى هكذا تنتظر كذا، لكن أسماء تكتب قبل يعني نهاية النوم حتى الغد ماذا يكون فيه، وكذلك ماذا يكون الأسبوع المقبل، وكذلك ماذا يكون يعني بإذن الله تعالى منه الله تبارك وتعالى التوفيق. يعني عندنا النية أن كيفاش الآن يكون بداية يعني برنامج، لا بد من البرنامج أو لائحة. ما كملت اللائحة كتبت فيها لكن ما أكملتها كما هو مطلوب. يعني كتبنا اللوائح ولكن ليس لائحة الأسماء، معناه كل أسماء تاع الشيء اللي ما زال ما وصلت حتى الأسماء تعلف لا يعني في الذاكرة تاعت الهاتف أو في هذا من جهة، كذلك الاستقطاب ما يكون اختياري، لابد يكون مع أي إنسان، يعني مش فقط يعني هذا وهذا والاختيار من هذا وهذا ممكن وهذا لا وهذا مازال وهذا. نعم ما يكون استثناء. نعم ما يكون استثناء. ثم أرى أن بالنسبة للجهد على المرضى والناس اللي محتاجين، بالنسبة للمريض أنا أرى وعنده جوج مشاكل، هو يستعمل هذه المكملات على أساس أنها دواء، ولو تقول له تتعية كيستعملها على أساس أنها دواء، هذا غلط. ثم كذلك إذا استعملها بواحد المدة كاملة شوف يا انتهى من الأمر، هو قال صافي خلاص أنا تشافيت رأسه، هو فقط بناء يعني ساعد الجسم تاعو على الدفاع، فعند توقفه غادي يرجع كيف ما كان. الناس ما هذا، ولذلك لابد البحث عن الناس اللي فهمت الموضوع وعندها عزيمة، من جهة أول شيء يكون مستهلك حكيم وعنده
ثقة بأن الآن الوضع في العالم تغير، وأن السموم تدخل للجسم في كل يوم من جميع الطرق، من الهواء، من المواد اللي نأكلها لكن معروضة، من كذلك أصبحت غير كافية، الطاقات اللي فيها غير كافية، بمعنى لا تساعد الجسم على تكوين المناعة دياله حتى يدافع بنفسه، ولذلك فهو لا بد له من مكملات على مدى، والإنسان يمشي على حسب طاقته، ذلك على حسب الطاقة، لكن أقل القليل أقل القليل، هذه سبيرولينا مثلا والقهوة والمعجون الأسنان مرة بين هذا وبين هذا حتى فهذه هي الأفكار يعني اللي كانت لكتروج وكذا ومتحصرين، أن يعني صراحة ما كانش جود كما سمعنا، يعني سمعنا الكافي يعني من النصائح وإرشادات وتوجيهات، فلا بد الأخذ بها، والبداية يعني في العمل، يعني بداية العمل هو تسجيل هذا اللائح، كذلك هو الأعمال اليومية والأعمال الأسبوعية والشهرية وهكذا، يكون الانتظام ويكون الانضباط بإذن الله تعالى. شكرا سيدي حسن. أنا اللي عجبني في الأمر أنكم الحمد لله الأعضاء الكرام كل شيء فهم الموضوع، وهذا هو المهم، لأن الأعضاء فاهمين الموضوع، فاهمين على المكملات الغذائية والدور على صحة الإنسان أنها مكملات وليس بدواء، كذلك أن النجاح يتطلب منا مساعدة الآخرين، يعني الأمر واضح ومفهوم، فما كيبقى تيخصنا دابا إلا العمل إن شاء الله والتخطيط الجيد باش نحققوا إن شاء الله السفارة الملكية ونفعوا إن شاء الله حول العالم. نعم أريد أشير فقط التوضيح أن صراحة في هذه الشركة يعني نظام يعني قوي ونظام يعني مانح، يعني شو سبحان الله العظيم، ممكن يكون إنسان يلا درجة مثلا ياقوتي مثلا يلا عنده ثلاثة تحته نجوم هكذا، ولكن ممكن يصل دخل تاعه مستوى لا بأس به، يكون أكثر مثلا من ماسي، يكون أكثر من أكيد، فعلى أكيد. قدر الجهد وعلى قدر يعني التضحية ديال الإنسان كذلك والترتيب تاعه، هو يصير ممكن يكون عنده دخل يعني أكثر من الناس اللي عندهم درجات أكبر وكذا. نعم، كاين اللي جاب ماسي جاي فيها 70 أورو، كاين اللي ياقوتي وجايب 400 أورو أكيد 500 نعم. لو كان هو سيدي حسن إلى كان البناء الصحيح، يعني ملي كنكون كان يعني كنمشي في هذه السلالم هذه، عندي البناء الصحيح وعندي فرق عالميه ولا فرق اللي فهم الموضوع صح، فالمداخل كتكون جيده. عكس الاخوان راه ممكن نوصل نجم ماسك 6000 ولكن ما كانش عندي واحد البناء صح، فبالتالي الفريق ديالي ممكن انه يصاب بواحد النزيف والعطاء عادي يقل والمردوديه عادي تقل، عكس الا كان البناء الصحيح يعني نفهم الموضوع صح ونحاول ندرب الناس ونعلمهم كذلك انهم هما يفهموا معايا الموضوع صح. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، انا ملي كنوصل النجم ماسي كنحاول نساعد جوج الاعضاء ولا ثلاثه كذلك انهم يوصلوا ماسيين، انا كتولي عندي علاوات اخرى، العلاوات ديال التطوير والقياده، وهذه علاوات اللي هي مهمه عكس المرحله النجميه. المرحله النجميه هي من من من, من موزع للنجم ماسي، هنا كتكون عندي غير العلاوه ديال المجموعه النجميه فقط، لكن ملي كنوصل النجم ماستي ارعى خطا ماستين او خطين كندخل في واحد العلاوات اخرى اللي هي العلاوات ديال التطوير والعلاوات ديال القياده وجوج في المئه من الارباح العالمي، فبالتالي هنا في عندنا نقدر نقيس في الحريه الماليه. فلهذا دائما نحاولوا نخدموا ان شاء الله في السنه ديال 2024 على الماستيه، فهو مهم جدا. الا قدرنا نخدموا على الماستيه ونوليو نجوم ماستيين وتساعد شخص ولا شخصين كذلك انه يولي نجم ماستي، كما قال الاستاذ ديالنا استاذ حسام علي، قال لهم انه بالخبره اللي عنده ديال سنوات يعني كثيره مع الشركه، ان الناس اللي عندها خطين ماسيين في النيتورك ديالها كتقدر تربح على الاقل 2000 دولار في الشهر. هذه طريقه مستمره ومنتظمه. اذا كنت اليوم نجم ماسي ترعى خطين فغادي يكون الدخل ديالك على الاقل 2000 دولار. فهاد ال 2000 دولار فهي كنظن انها تقاعد قبل الوقت، يعني كبدايه اذا كان عندك 2000 دولار تعيش واحد العيش اللي هو كريم وتقدر تمارس الحياه ديالك باريحيه وتخدم على انك تطور النيتورك ديالك وتطور المشروع ديالك حول العالم.
هو الامر سهل دابا الحمد لله الناس دابا اللي واصلين النجوم الوكلاء نجوم يحاولوا يساعدوا الفرق ديالهم حاول تساعد حتى ان شاء الله كذلك انهم يوليوا وكلاء نجوم ومن بعد اللي يوليوا وكلاء نجوم تساعدهم كذلك انهم يوليوا نجوم ياقوت واللي كذلك نجوم ماستيين باش تعمل فايده وتستافدوا ان شاء الله صحيا وماليا. جزاك الله خير سي عمر احمد. نعم الحقيقة دابا الأخ سي حسن وسي سي حميد نصلوا هاد النجومية بفضل الله تعالى استعمل الزهابي حتى هو تعدى عليه ما حضرش حقيقة الآن دابا شغلهم في الشغل وما يخدموا يطلعوا الخطوط تحت منهم يوصلوا أقل قليل مثلا لبداية الأمر يعني في هاد الشهور الأولية ديال هاد السنة أقل قليل الإنسان داخل شهر أو شهرين إن شاء الله يوصل النجم ياقوتي ثم كما قلت يبني الفريق ديالو بناء صحيحا الاستفاده ان شاء الله تكون الحريه تكون باذن الله تعالى. نعم وحنا الحمد لله كنتعاونوا هذه فرصه ونعمه من الله سبحانه وتعالى. كذلك واحد النقطه مهمه ما ننساوهاش اخواني الكرام حاولوا نطوروا الدس ديالنا ونطوروا النفس ديالنا نحاولوا نتعلموا كيف نكونوا مدربين كيف نعمل نبذل الجهد ديالي نبذل الجهد ديالي ما نبقاش يعني مركز متاكل دائما على واحد فينا مثلا كل واحد منا يكون مدرب ان شاء الله في هذا الخير هذا كيف يدير محاضرات كيف يبدا مع ولاده يبدا مع الاصدقاء ديالو يجمع جوج ناس وثلاثه بدا يتكلم فاذا به ان شاء الله تعالى غادي يوصل واحد الدرجه ديال الوعي في هذه الشركه وغادي ينطلق انطلاقه قويه باذن الله تعالى. فالتدريب هو ضروري والفهم على المشروع كما قلت سي احمد نحاول ان شاء الله من هذه الناس اللي معنا دابا من الاعضاء الكرام الحمد لله عندهم هم اصلا كانوا في الدعوه وفي الارشاد وفي الوعد عندهم كيقدروا يتكلموا مع الناس حاولوا ان شاء الله نخدموا على هذا على هذه الامور كذلك باش نشوفكم كمدربين في هذه السنه ديال 2024 ان شاء الله تحاولوا ان شاء الله تكون تدريبات وباش نتعاونوا كاملين يعني ما يمكنش نرميو الحمل غير على واحد نحاولوا نتعاونوا كاملين وحنا نبقاو دائما معكم في بالخبره ديالنا وبالتجربه هذا. لكن انا ما كرهتش في هذا 2024 نشوف اعضاء من الفريق ديالنا ان شاء الله كيديروا محاضرات كذلك وكيعاونوا الفرق ديالهم وكيساعدوهم باذن الله وخاصه سيدي احمد اذعر كذلك ما كرهتش يدير محاضرات في القريب العاجل هو سي عبد الحميد كذلك وسي حسن الزهراوي وغيتكم ان شاء الله نشوفكم في القريب العاجل ان شاء الله كديروا محاضرات وكتضموا الناس للفرق ديالكم وكتساعدوهم كذلك خاصه نقولوا القياده هي اللي كنقدروا نحققوا بها واحد 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 الامور هي كبيره بالقياده وبالدعم وبالارشاد وبالتطوير فان شاء الله تعالى في 2024 نشوفكم ان شاء الله في المحاضرات ونشوفكم ان شاء الله في التدريبات ان شاء الله. جزاك الله خير سيدي عبد الحميد سيدي حسن فانتم مستعدان والاخوه اللي معنا كذلك سادي هو الخبره موجوده هذا النظام ديال الدعوه هو خصو يطبق هنا تتكلم مع كل الناس وتحسن تحسن كل الناس والله ولكم المقصود لكن نحن علينا العمل وعلينا الشغل ان شاء الله ان شاء الله. الاخ اللي معنا كاتب الاسم ديالو الرحمه ممكن يعرفنا الشخصيه ديالو ان شاء الله شكون الاخ اللي معنا كتب على الشاشه ديال الرحمه واش الاخ سي عبد العزيز واش الاخ ولا اخت ما عرفناش لا ادري والله لا ادري ان شاء الله ربما هذا اسم جديد مرحبا به على العموم مرحبا به كما كان الاخ والاخت مرحبا به سي مصطفى البوزيدي عندك شي مداخله مرحبا اهلا انا غير باغي كنتسمع الاساتذه بعد تبعوا شويه شويه تيقول لك واحد المثل الاسباني سيدي مصطفى تيقول واحد المثل الاسباني قال لك كيفاش تيقولوا مع ابلار تيقول لك الكلام يعني فضه والسكوت ذهب اللي كيسمع راه كيستافد اكثر لا هو تستافد شويه بشويه نعطيكم واحد القصه انا عندكم واحد القصه عاود ليا واحد الدكتور الشيخ شعيب هنا في سلا كنا في واحد اللقاء وكنا كنتكلموا على هذا الشيء ديال المدونه وان المدونه بغات تغير وهذا وعندنا واحد القصه ديال واحد الشيخ كان دائما كيمشي للمسجد كيدير دروس ملي كيسالي الدروس كيبقى مع التلاميذ ديالو كتجي عندو الزوجه ديالو كتبقى تقول له والناس كلها شاده فامها انت الوحيد اللي كتبلبل وكتهضر شو الناس اللي شادين فامهم وانت ديما الهضره ديما هذا وحشموا منه دوك التلاميذ ديالو قالوا يا شيخ زعما شنو صبرك على هاد السيده هذه
كيما كتجي كتبهد لك هكا قدام الناس قال له شوف انا الله تعالى عطاني الصبر باش نصبر عليها وتوفقني باش نصبر عليها خفت نطلقها ويتزوجت واحد وما يصبرش عليها ايوا اللي تيسمع اللي تيسمع راه كيستافد اكثر لكن حنا لابد اننا نتكلموا ونشطوا معكم شويه ايوا احنا كنتعلموا كنتعلموا منكم شويه شويه الاخ عزيز مصطفى جزاك الله خير مرحبا مصطفى مصطفى غدا ندير مع اللقاء سي احمد راه حنا ديما كنديروا اللقاء مع سي احمد مصطفى راه الصغار ديالي الحمد لله السكنه وفي المدينه دائما كنديروا لقاءات انا وياه الحمد لله مصطفى رجل فيه الصفات عالية الحمد لله سعيد حميد وسي جمال بوزيدي ما دخلش معنا لي مصطفى اليوم والله ما عرف ما يمكن ننسى وصافي ماشي هو يدخل ننسى ماشي مشكل سي سعيد من اسبانيا هميل مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الإخوة الجميع السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله الكنوز عليكم فكل اللي قيل سواء في المحاضرة أو في المداخلة تاع الإخوان فهو فيه كما نقول الجواب الشافي والكافي بالحمد لله فلا بد الإنسان أنه يأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت يستنى مسبب الأسباب هو اللي يكمل لأن كما قال الأخ عمر في أول المحاضرة وهذا حديث مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في دعاء في الصباح والمساء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فالإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف فلا بد أن مسبب الأسباب هو اللي يتم هذه الأسباب التي نأخذ بها أن الله تبارك وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تورد الممرض على المصح في الإبل وقيل كيف يا رسول الله قال من الذي أعدى الأول وعندما أتاه الوفد من ثقيف وكان فيهم رجل مجدوم قال في مكانك لقد بايعناك فالإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب مسبب الأسباب هو اللي يتم هذا الأمر هذا فهل الشركة المباركة فيها خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى ولكن كما يقال أن الإنسان يكون الفعالية في الموضوع هذه هي اللي كتخصنا ربما أبدأ به أن الإنسان خصو الفعالية في الأمر وكيفاش يأخذ الأمور بجدية لأن الحمد لله كما قالوا الإخوان والمداخلات كانت ما شاء الله اللهم بارك ولكن خصنا على أرض الواقع وهذه العقبات وهذه لابد الإنسان لابد من خطوات ولابد أنه يطيح وينوض حتى يصل إلى المبتغى بإذن الله تبارك وتعالى فإن شاء الله على أهداف وأي واحد عنده أهداف وأي إنسان يعيش بلا أهداف فلا حياة فيه لا بد أنه يرسم أهداف وإن شاء الله هذه الأهداف هذه إن شاء الله بإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن تتحقق ويكون فيها واحد الخير لنا وللأمة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى فلا خير في من لا ينفع الناس وينفع نفسه وينفع نفس الناس كذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في الجميع ونكون إن شاء الله في حسن ظن الناس اللي راهم صاهرين على هذا الأمر هذا الناس اللي راهم في المؤثرين والناس اللي في القمة وإن شاء الله بإذن الله تكون هناك نرى في هذه المجموعة المباركة أن الناس وصلوا لواحد المبتغى وصلوا لواحد درجات عليا في هذا الشركة المباركة وبارك الله فيكم وحياكم الله شكرا سيدي سعيد جزاك الله سيدي عمر عندك شي سؤال بجول سيدي سعيد سيدي سعيد انا كي اولا كنشكرو على الالتزام ديالو على الحضور ديالو كذلك لانه من الاعضاء اللي كيلتزموا معنا وكيعجبني ملي كنشوفو في الحضور ديالو يعني شيء طيب والمداخلات ديالو
نتمنوا له التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالو، وكنتمنوا الله تعالى في 2024 كذلك انه يحقق شي رتبه ان شاء الله متقدمه مع الشركه ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير احسن. دابا هذا تحقيق الهدف او المتابره صراحه، دابا حنا فاش بغينا نجيو لاوروبا درنا هدف ديالنا اوروبا نوصلوا ليها، فاش وصلنا اوروبا خصنا نديروا الاقامه، يعني صبرنا وصبرنا 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 حتى وصلنا لهذا الرتب. الحمد لله الشركه المباركه من الفضاء اللي لا ما فيهاش هذه المغامره، ما فيهاش هذه المخاطره، يعني الحمد لله مشروعها جاهز، خاص فقط الانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وينطلق على بركه الله. خير ان شاء الله سيدي عمر، ان شاء الله ربما الاخوان جزاهم الله خير، كنشكرهم على الحضور وعلى المداخله ديالهم المفيده. ربما ما نطولوش عليهم ان شاء الله تعالى، ولا نشوف شنو هما اللي عندهم شي حد شي مداخله مرحبا، ما كانش ان شاء الله تعالى ممكن نختموا حتى الموعد اخر. ما رايك سيدي عمر؟ ان شاء الله كيف ما قلت ما نطولوش بزاف، حنا جد سعيد اللقاء بكم، وكنضربوا لكم موعد في الاسبوع المقبل، كنتمنوا لكم سنه سعيده والمزيد من 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 العمل ومن الجد ومن التوفيق ومن السداد ان شاء الله تعالى. وهذا الشيء اللي كاين سيدي احمد. ايوا ان شاء الله اللي نرفع الهمة إلى القمة إن شاء الله، فنحاولوا نطوروا نفسنا إن شاء الله شوية، ونحاولوا نعتمدوا على نفسنا بعد الله عز وجل، نتعلموا المحاضرات، نسمع الأشرطة، نسمع الأودويات، ونتواصلوا ونتعاونوا، نكونوا كأسرة واحدة إن شاء الله، باش إن شاء الله نحقوا النجاح فيما بيننا. الله ما يستر لنا، نتركوا إن شاء الله إن شاء الله سيدي عبد الحميد يا خفيف الختم ان شاء الله المجلس. ان شاء الله لا اله الا الله انتم سواء وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما تنساوناش ان شاء الله والاهل. السلام عليكم. الاهل عندي كان عنده شويه زكام، عنده شويه مرض، فتطلب منكم دعاء ان شاء الله. الله يكرمك. الله يشفيك. السلام عليكم. الله يشفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.